السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي. فعاليات الأسبوع السادس كلها سخونة، سواء كانت على مستوى النتائج أو الفنيات أو حتى التحكيم، وما زال العرض مستمر تحكيميا في كل المباريات أو معظم المباريات. الخطأ أو الموضوع ليس في المدربين وليس في اللاعبين وليس في الجماهير وليس في المسؤولين، الموضوع في الحكام. ما زال مسلسل الحكام مستمر. قبل ما نتكلم في التفاصيل وليه من وجهة نظري الشخصية ومن وجهة نظر ملعب الأهلي ليه الأمر بيزداد سوءا يوما بعد يوم، وهقول لكم على خبر مفاجأة. انتظروا بعد مش أقل من يعني كام ساعة كده ممكن تلاقي استقالة عصام عبد الفتاح. انتظروا الخبر ده قريب، لكن خلينا نتكلم في التفاصيل النهاردة.